السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، أسعد الله هذا الوجه. اليوم معنا خشب، أنا والله سلسلة تحدي الكاب، إذا فزت علي والله العظيم إني أشيل الكاب. أقسم بالله لو أفوز عليك ترى بشيله. ممتاز. دي ما في ثاني خوي يقول ترى بشيله. طيب ركز، تقدر؟ نقول إن شاء الله. شد حيلك. أيوه. أعطيك ثلاث معلومات، اثنين صح واحدة غلط، إذا قبطه لا نقطة، بسم الله. طبعاً معلومات عن الأكل وعن الحيوانات وعن اليوتيوبرز. نبدأ باليوتيوب؟ أيوه. يلا. حاجة ورقم قص. حاجة ورقم قص. حاجة ورقم قص. طبعا يعطيه معلومة اعطيه معلومة. يلا بسم الله. استاذ رايد تفضل. في يوتيوبر شرى خاتم الماس للعصفور حقه. وش الماس يعني؟ هذا الماس صدقي؟ اي الماس العصفور. ايوه. طيب يلا. خذ هذه مني. تفضل. دائما باليوتيوبر خذ هذه مني. يلا. اكبر يوتيوبر عمره 97 ومحتوى عن النادي. هذه تبي تصدق صدق، ما تبي تصدق كيفك. هذه معلومة. شلون اكبر يوتيوبر بالعالم كله مقطع جديد اليوم احنا في القبر؟ لا 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 لا، عمره 97 ومحتوى ليش؟ محتوى ليش؟ مو النادي. نادي اللي خسي انا وانت. ايوه يا ساتر، هذا رجل بالجيم ورجل بالقبر. متخيل ان في يوتيوبر باع الكلية حقته عشان مقطع؟ عشان المحتوى. عشان المحتوى. هذا اللي قالك وشو؟ عبد محتوى. هذا يا ساتر. هذا عبد يعني القار. ابيع كليتي اخروح يدور اجر وصور. سلام عليكم، هذا كليتي. هذا كذا شباب مقطع جديد. شوفوا هذا بيموت، خذ كليتي. سلام يا ولد، الحين اصدق خاتم العصفور ولا الكلية؟ انا ما اجيب لك الا شيء القوية. كنك قلت لي اثنين كل. طيب خذ هذه مني. يلا. اكبر يوتيوبر عدد مشتركين. ايوه. طفلة واسمها شفا. شفت العرب؟ والعرب هي اعلى وحده مشتركين. كم عندها؟ ما ادري بس انه كثير. هنك برا. هذه طفله جابت يعني تاريخنا كله. اي والله العظيم. الله المستعان. هذه الدنيا يا شباب. ما طيب لا جينا للقهر. انت عارف ان في يوتيوبر بس انه ما هو انسان، ما هو ادمي. يوتيوبر حيوان عنده مشتركين اكثر مني ومنك. عنده اكثر مني ومنك. اهلنا نفسنا كثير. الشاي بحسن منه والطفله والبرعه هذيك طعم القهر. حيوان ممكن كاتهم اعرف حركات الدولار. اي والله يجيك يفك حساب بسه. هذه الثالثه. ايوه انت كذا خلصت. ايوه الان تفضل. يلا انا ما خلصت. يلا خذ معلومتي هذه. بهاء تدري انه في يوتيوبر عنده قنوات باغلب لغات العالم؟ تخيل انه قناه باللغه اليابانيه، قناه باللغه الصينيه، قناه باللغه. السلام عليكم. او ماي واي جايز. انا كده. هذه معلومتي الثالثه. الان اللي عليك انك تطلع الكذب من عندي. طيب شوف انا اتوقع بسالفه اللغات يمدي اني يركب تحت نص يعني هاي عرفت ترجم الكلام. ممتاز. سهله احس. حلو. سالفه الطفله هذه تصدق اني اذكر في قناه واحده بنت صغيره مره عندها قامت تخوف مره تسك 100 مليون يما برضو انها يعني عربيه فاتوقع انها صدق. الشايب هذا الشايب سوق امها اليوم. الشايب مستحيل. الشايب كذب. طيب صح؟ صح. حبيبي جهز. لا اصبر مو بعيد. خاتم حق العصفور وبالكلية وبعدد المشتركين اللي هو الحيوان اللي عنده يعني عدد مشتركين كثير. شوف الحيوان ممكن، الكلية ممكن، في ناس السلام عليكم عادي يشتري خاتم الماس ويعطيه عصفور سلامات مستحيل. هذا الكذب. اكيد هذا الكذب. لا لا تكذب. وش كذب؟ القم وش كذب؟ القم مرة ثانية. وش كذب؟ وش الكلية؟ هذا كيس؟ إيه. والله انه قهر. اكيد الكيس. والله قهرتني. والله جوعان. دقيقة ما في اكل. اصبر في اكل هنا بالمعلومات. في اكل. ابني اول معلومة لك. طيب بسم الله. السلام عليكم. السلام. احسك عطشان. عوض قلب. حلوة ذي بس ارمز جاي تكفى. ان شاء الله. استاذ رايد تفضل. ماك. هذا اتوقع ان الكل يحب ماك. ممتاز. الكل ياكل من ماك. تدري انه يبيع يوميا في الثانيه الواحده 75 برجر؟ يعني يوميا كل ثانيه يبيع 75 برجر. الله اكبر ما شاء الله. تخيل حجمه. واو قوه ماك بالثانية 75. ايوه ويوميا. هذا كم يطلع لو نحسب؟ هذا اذا حسبت يعني 75 ضرب تقسيم المال البنون. يا جماعة الخير زين حيد تفضل. هي هذه معلومة ممكن تخوفك، ممكن تقول يا الله يا الله. تدري انه انواع التفاح من كثرها لو تاكل كل يوم نوع ما تخلص انواعها لمدة 10 سنوات قدام؟ كم؟ 10 سنوات. لو كل يوم تاكل نوع تفاح، كل يوم تاكل نوع جديد، 10 سنوات ما تخلص الانواع. حبيبي ما في الا الاحمر والاخضر. ايوه هذا اللي انت عارفه. هذا تبي تصدق صدق. احمر واخضر والاصفر اذا ما 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 ولا خرب صار بني ما لي دخل. هذه معلومتي. عندي واحدة كيوت. يلا
تدري ان المشروبات اللي فيها الكافيين هي اكثر المشروبات اللي الناس تحبها في العالم واللي يعني تشربها في العالم كله؟ القهوة، ما قهوة هي مشروب العالم. حط في بالك انه ممكن انها تكون اكثر من الموية الحسبة هذه. الموية اللي هي اساس الحياة، عرفت؟ أمالك بفكر فيها. اي بفكر. شوف انا قاعد استقبل، بعدين اقعد افصل. بسم الله. شيك اعظم سور بالعالم وشو؟ الصين. يا سلام، سور الصين العظيم. اوه، اطول من راسك ما شاء الله. شفت غطى النوتيلا؟ لو يجمعون مشتريات حقت سنه واحده يغطي سور الصين العظيم 8 مرات. الغطى حق النوتيلا 2 3 4. ايوه بس حق سنه واحده. هذا انا بيك تنصدم. انت انصدمت بس انا تصدم. هذه يعني في 2 كذا، هذه مشكله. طب اسمع، خذ هذه. تدري ان في 999 نوع من رقائق البرينجلز؟ لا زاحف. نوع ليش؟ انا اقول لك، انا عارف الاصفر والاخضر. اسمعني انا لما اجي اديك يعني معلومه اديك اياها بمنطق. يلا اعطني اياها بمنطق. كثير في الصين نكهات بالصرصور، بالحشره، بال ايه صح نوع فلفل مع اضافه شوي من العسل، عرفت؟ مع 360 سكوب كذا اشياء، بويا اي شيء. ايوه 999. تشوف عدد الدول والمدن والثقافات والدنيا كلها حول العالم كلها. ممتاز. معلومتي الثالثة والأخيرة. أيوة. بالأكل. تدري في مدينة اسمها إسكيمو. 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 أيوة. كيف يحافظون على أكلهم عشان ما يتجمد؟ يحطونه في الثلاجة. ركز معي. يحافظي. أنا. يعني المدينة من كثر ما هي ثلج جمدة. أيوة. عشان ما يتجمد مرة يحطونه في الثلاجة. ها أقسم بالله. ما البرد. قولش. هذه معلومة. عطني وش المعلومة. طيب استاذ راي. والله ان صراحة ذي الفقرة صعبة شوي. ايه عطني معلومات، خلنا بحاول اني اكفر. حقت ماك ممكن هذه معقول، وحقت اللي هي سافة الكافيين، وحقت البرينجلز كافيين ممكن. في ناس مدمنين اصلا عندي هنا بالفلة، فلة تطور هي كثر من مدمنين. ايه هذه ممكن صدقها. ماك برضو ممكن صدقها. اما برينجلز 999 نوع، هذه ماشي والله. احس انه اكيد مرة من الاخير. اكيد خلاص يعني اخر كلام. اخر شيء. شوف ما ابي افسخ الكلام. اخر شيء صح؟ صح. يس. اوه القهر. تعالي ابو تعالي. طيب انا احس سالفه السور الصين هذه تو ماتش. يعني هي خطا. انت مركز النا 8 مرات كيس. يعني هذه خطا. ايوه ثبت. ايوه خطا عليك. تدري وش والله العظيم خطا. تدري وش الخطا؟ تدري انت وش الخطا؟ التفاح لو اكلت كل يوم نوع ما راح تخلصها ب10 سنوات. لا تخلصها ب20 سنة. ها والله لا. هذا جاي والله انه معلومه صدمت منه قسم بالله. الصاع انه اكثر في والله يا ولد. اقسم بالله صدق. طيب وين نروح الحين؟ حيوانات. اي هذا الحيوان في ضعف نظر بعد. واحد هذا الفاصل. طيب ايه قلت شيء بس ابي توزع عليه. اسالني ليش؟ خذ المعلومه هذه كذا بعطيك اول. المفروض انت تعطيني بس انا بعطيك اول. تدري انه قنديل البحر 95% من جسمه مويه؟ ماء. مويه؟ 95% من جسمه ماء فقط. احس نوعا ما منطقي. اي ما انا في البحر. صادق. وكذا نحيف، عرفت؟ شفاف. ممكن جسمه من جد مويه. بسم الله. تدري ان خرطوم الفيل فيه كم عضله؟ حط كذا خمر. 1842. لا كم؟ الف من عنده رقم. انت قل عطني ما اشتريني. 40,000 عضله. لا هذا واحد. هذا واحد ماخذ قصد والله، ماخذ سلفيه. 40,000 عضله. ركز بمعلومتي هذه، لازم تركز زين. يلا. فرس النهر. كنت تقول فرس النهر صح؟ فرس النهر. اوكي. تدري ما عنده لا اسنان ولا عنده معده؟ هذا كيف؟ ارطر. اسمي. اسمي. ايه هذاك كذا. هذا اللي اقدر افيدك فيه. مشكلني انا قد شفت لها فيديوهات. ايوه شفت فيديوهات. ترى ما عنده لا اسنان ولا عنده معده. تدري ان حيوان الكسلان. ايوه. مو باللي عندنا هنا في الفيلا. لا 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 ما هي. اقصد انه يعني الحيوان. يا رب ما سمعني بس. لا ما اسمع اصلا. اي من كثر ما هو بطيء ومن كثر ما انه هو يغرز في مكانه ممتاز. الطحالب تنبت عليه. والله عرفت؟ هذا راي طويله.
هذا يجلس بمكان يمكن هذا يعمر في مكان كثر ما انه هو بطيء يعني عادي مره انه يمشي فجاه هنا في نبته في يده عادي. ممتاز. هذه اخر معلومه باخر فقره بالحلقه هذه. يلا شفت حشرات العالم لو دارت على العالم تغطيه 10 مرات تغطي العالم 10 مرات الحشرات بس لو تجمعت. شوف انا قد بحثت قبل فتره ما لا لا تسألني ليش ابحث عن واحد ممتاز بس انه قد بحثت عن من يقول لك انه ما ادري احد انواع النمل حتى ما ادري اذا هو نمل ولا ذبان ولا هذا كله حشرات انه ضعف عدد البشر اضعاف. احسنت عرفت فاتحط في بالك انه بس انه 10 كثير احس كثير مره بس انه حط في بالك انه في نامس وذبان وصغير ونمل مو بعشر صدق كم فوق 5 مرات ممتاز يعني يعني تغطي العالم اكثر من 5 مرات 10 احس انه ما طيب خذ اخر شيء عندي يلا الاخيره مره قويه استاذ رايد تدري ان القوه حقت الدفع في خرطوم الفيل اقوى من حقت الصواريخ شوف انا ممكن اصدق على 40,000 40,000 عضله هذه انا اصدق بس انه اسرع من الصاروخ اقوى انا رايح مسافر اندونيسيا شايف فيه قدام قال طاح كذا قدامي 40,000 عضله حتى ان في مره تقول لك ان الاسد ما ادري من هو الزبده ان الفك حق كثر ما هو قوي يوصل قوة مرة هائلة اللي يمديه مثلا عرفت بيعض السيارة عادي ويعطفها هذا وشو؟ هذا هو واحد من الشباب وش واحد من الشباب؟ أنا أقول لك والله حتى الحيوانات أنا فهمت طيب أن عضته مرة قوية زي مثلا تفضل هذا داق واضح أنك أعطني ثلاث مع أنك كنت دايخ بآخر واحد ذكرني 40 هذه ممكن 40,000 عضلة ويعني حيوان الكسلان اللي ينبت عليه الذات هذا عادي كنا كسلان وانا الخرطوم اللي صار RPG هذا كيس الخير كيس من كثر ما كيس قام يرقع ولا الأسد ولا السيارة الأخيرة كيس لا تعلمني صح ولا لا خلنا بعطيك اللي عندي وتجاوب بالله أعطي برتان خلنا نتذكر خلنا بعطيك قنديل البحر 95% من جسمه منطقي مرة أحس موية الحشرات تغطي العالم أكثر من 5 مرات أيوة. تكمل كلها فرس النهر ما عنده لا أسنان ولا معدة هذا هو نفس الشايب اللي كان يسوق أمه هذا زي بس الفرع حيوانات يعني هذا يسوق أمه غلط مرة هذا يسوق أمه خطأ عليك يوس الحين أنا ضمن إذا اختياري طلع خطأ نلعب فاصل إذا طلع صح طيب الأخير والله يمكن تكبر وهنا يا شباب وهنا يا شباب يعني اليوم راح اشيل الكاب حق لا بس انت عادل بس يلعن ام القهر فاز والله عظيم يس يعطيك العافية يا جماعة الخير ادوسوا اللايك والاشتراك وحساب خشب بس انا مو شفت احد دقيقة اشوف شيء هم ما راح يشوفونه يلا بسم الله خذ الكاب يمين كذا لا 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 المنظر هذا يعني انا صراحة احس لا محظوظ اني شفته الحمد لله مع السلامة لايك